ايه اللي يخليك تجيب العربيه دي لو انت معاك الايفوك القديمه؟ ايه اللي يخليك تجيب العربيه الايفوك الجديده؟ اول حاجه اقدر اقولها لك ان هنا عندك في العربيه دي في الاوبشن بتاع كلير سايد جراند فيو. الكلير سايد جراند فيو ده حضرتك لو انت ماشي في حته فيها ضيقه او فيها طوب او على قضيب او واخد بالك بتشغله، ومجرد ما بتشغله بيبان لك على الشاشه هنا الطريق اللي تحت العربيه شكله ايه. يعني فجاه كان مفيش موتور وانت بتتفرج على العربيه من تحت. دي ده اوبشن عالي جدا جدا جدا. طيب تاني حاجه الفوانيس الليد ماتريكس الاماميه دي تخليك برضو ده اوبشن تاني، ودي تكنولوجيا عالية اعلى من اللي كانت موجودة في الايفوك اللي قبل كده. دي نفس التكنولوجيا اللي موجودة في الرانج روفر الفيلار. الفوانيس الخلفية الليد الهاي بيم برضو نفس القصة بالظبط، مش مكانتش موجودة في الايفوك القديمة ولكن موجودة في الفيلار وتم تدعمها واضافتها للايفوك الجديدة. رقم 3 الشاشة الوسطية المتحركة اللي 11 انش، و رقم 4 الشاشة بتاعة الكونسولة ال 12 انش الديجيتال، ورقم 5 الداشبورد الديجيتال اللي اتغيرت تماما. فانت هنا تكنولوجيا رايح في حتة تانية خالص بعيدا عن الايفوك القديمة. رقم 6 وهي فتحة السقف البانوراما الكبيرة جدا اللي مدية شياكة مش طبيعية في العربية، برضو دي ما كانتش موجودة قبل كده وبصراحة مختلفة خالص خالص خالص. طيب رقم 7 قاعدة العجلات الدي 8 المختلفة كليا عن النسخة السابقة، برضو ده حاجة برضو تخليك تتشد للعربية دي وتجري عليها كمان. رقم 8 التورك فيكتورينج. التورك فيكتورينج دي خاصية موجودة في العربية لتوزيع التورك على الاربع عجلات، بمعنى ان لو انت النهارده محتاج العجله الشمال، يعني انت بتلف وبتلف في منحدر رملي او منحدر مش مستوي ومحتاج ضغط على ان العجله دي هي اللي تزق اكتر، فالتورك فيكتورينج بيحول على طول التورك بتاع العربيه دي العجله الاماميه شمال، والعكس صحيح لو مثلا محتاجها في الاماميه يمين محتاجها ورا. يعني مثلا العربية غرزت لأي سبب من الأسباب أو أنت دخلت في مكان فيه رملة، فأنت حركة العجل لازم كلها تكون متناسقة مع بعض بحيث أنت بتغرس. وهنا ده المعنى الحقيقي اللي قالته شركة لاند روفر في إنتاجها للرانج روفر الإيفوك الـ 2020، إن هي العربية دي تحولت تحول تام من إن هي عربية صغيرة من إنتاج رانج روفر لعربية صغيرة لكن بمفهوم كبير، وفعلا هي بمفهوم كبير. رقم 9 وهو فتح الأبواب المختلف كليا اللي بقى زي العربية الفيلار بالظبط، اللي هو انت مجرد ما بتفتح على طول بتطلع لك الأكرة برة. رقم 10 وهو المفتاح الجديد من رانج روفر للعربية الإيفوك الحلوة جدا. طبعا دول 10 نقط يخلوك لو معاك الإيفوك القديمة فورا تيجي تاخد الإيفوك الجديدة.